بتاعنا دي المحطه اللي سيادتك شرفتنا بافتتاحها في نهايه او 16/8 بالتحديد 16/8/2020، شغاله تقريبا داخلين على سنتين الا شهرين. الخط الثالث يا فندم اللي بيبدا من عدل منصور ثم الى محور رود الفرج شمالا وجامعه القاهره جنوبا، تقريبا سيادتك طوله 42 كيلو بالكامل، في 34 محطه، هيشيل 1.5 مليون راكب. هو حاليا يا فندم الجزء المرحله اللي اتفتحت الملونه باللون الازرق دي اللي هي يعني من عدل منصور حتى العتبه دي سيادتك بتشيل 1 مليون راكب النهارده. لما ان شاء الله سيادتك باذن الله نضيف له المرحله دي هنضيف له كمان 500,000 راكب. ده بدا تشغيله يا فندم 2012 كاول مرحله منه العتبه العباسيه، ثم تولت المراحل الى ان احنا ان شاء الله النهارده يا فندم المرحله الثالثه اللي هي ملونه باللون الاحمر دي، احنا خلصنا منها المرحله الثالثه الف اللي هي من العتبه حتى الكتكات. المرحله كلها فندم 17 كيلو فيها 15 محطه، هتشيل 0.5 مليون راكب زي ما قلت لحضرتك. الجزء الاولاني منها 3000 اللي هو من العتبه حتى الكتكات، ودي منطقه مهمه جدا يا فندم، بتعبر طبعا من منطقه العتبه اهم ميدان تجاري وسكني في القاهره الى منطقه الكتكات، برضو منطقه مكتظه بالسكان. احنا متوقع يا فندم نشيل بال 4 كيلو بس دول تقريبا 250,000-300,000 راكب. المرحله يا فندم دي احنا خلصناها بالكامل يا فندم، دلوقتي اعمال انشائيه، بدأنا الأعمال الإلكتروميكانيك وتجهيز المحطات ورانا وإحنا ماشيين، خلصنا 4 محطات وجاهزين النهارده يا فندم سيادتك تأذن لنا بالبدء في التشغيل التجريبي من محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك. اتفضل يا طارق. فندم دكتور مهندس طارق حامد جويلي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات النفقية بالهيئة القومية للأنفاق والمشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث. استأذن في بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة ألف. تفضل يا طارق. شكرا يا طارق.